واحد بيقول لصاحبه انا عاوز اعمل لمراتي مفاجأة في عيد جوازنا. صاحبه قال له هتعمل ايه يعني؟ قال له هوديها الصين. قال له يا راجل في عيد جوازك العاشر توديها الصين؟ امال في عيد جوازك العشرين هتعمل ايه؟ قال هروح اجيبها. واحد غاب مسافر على الطيارة ومعاه قرد، قالت له المضيفة ايه الحيوان الغريب اللي معاك ده؟ هز القرد راسه. قال له معايا. سباك اتخانق مع مراته، ضربها كوع كسر لها الحوض. كهربي اتجوز ثلاثة عمل لهم مشترك. اتنين اغبياء عندهم حصانين، فكانوا عاوزين يعلموهم علشان ما يتهوش في بعض. الاول قطع ودان حصان وراح لصاحبه وقال له. التاني قال له الله يخرب بيتك ما انا عملت كده برضه. بعدها بيوم رجع عليه قال له انا فقعت عين حصان التاني. قال الله يخرب بيتك ما انا عملت كده. في الاول قال له انت هتصدع دماغي ليه؟ خد انت الحصان الابيض وناخد الحصان الاسود. واحد مسطول شاف قطه اخذها على البيت لمراته وقال شايفه القرده؟ قالت له دي قطه مش قرده. قال لها لا انا بكلم القطه. سالوا واحده فافي بيقول لها يعني ايه عزاء؟ قالت لهم يعني بارت حزين وبيقدموا في قهوه دايت. بيقول لك واحد بخيل عمل شوربه لحمه وعزم صحابه وقدمها للضيوف من غير لحمه. قالوا له انت جايب لنا شوربه من غير لحمه؟ قال لهم يعني شايل عروسه في عروسه. بيسالوا واحد بلدياتنا مين اهم، الشمس ولا القمر؟ قال لهم القمر طبعا. قالوا له ليه؟ قال بيطلع بالليل وبنور لنا بالليل والدنيا ضلمه، اما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور اصلا. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحدة وحشة دخلت الحمام فبتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رد عليها إبليس قال لها أنا كده كده خارج، جاتك القرف. واحد جاي يقتل صاحبه وبيقول له قول الشهادة بسرعة قول الشهادة، قال له بكالوريوس تجارة. اتنين بلدياتنا ماشيين في الصحراء لقوا واحد بيصطاد، فواحد منهم قال للتاني شوف العبيط بيصطاد في الصحراء، رد عليه التاني ملناش دعوة يلا أدف أدف. نملتين وفيل ماشيين مع بعض، فنملة قالت للفيل ايه رايك نلعب مصارعة حرة مع بعض؟ قال لهم وانا غبي يعني للدرجة دي؟ اتنين على واحد يعني؟ جماعة بلدياتنا حب يفجروا عمارة، حطوا الانابل في الدور الارضي وهربوا على السطح. حرام وندل ماشيين مع بعض، فالندل بيقول الحرامي علمني السرقة، قال له تعلمني الندالة؟ قال له اه. وهما ماشيين مع بعض كده راح الحرامي سرق محفظة واحد، فالحرامي قال له ايه رايك بقى؟ قال له لا مية مية. قال علمني الندالة بقى؟ الحرامي حرامي. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه.